السلام عليكم ورحمة الله. سيد أنا مخزني متقاعد، مخلي لي 960 ريال في الشهر ولا 100 ريال، وعندي وليدات، وكانوا والدي هزين اللي ضاعوا الله يرحمهم، واليوم أنا الحالة ضعيفة في المخزن، مخلي لي 960 ريال. الله يخلي سيدنا ويخلي جلالة الملك والأسرة العلوية، من الله يشوفهم من حقي، رانا حالة الله. باش كتعيش دابا نتا؟ المرأة اللي خدامة في الحمام، المرأة هي اللي خدامة في الحمام. أنا كنضيع من حالة المرض ومن حالة كل شيء، من نهار خرجت وأنا مريض، ما عمرني خدمت ولا ردمت، من نهار خرجت مريض بالراس، وهاد الناس ما بغوش يعانيوا بيا. كنطلب الله وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والأسرة العلوية الله يحفظها. ما تخلاتش عليك الزوجة ديالك واخا عندك اتصال؟ المرأة الأولى مسكينة ماتت الله يرحمها، وهاد المرأة الثانية مسكينة هي اللي خدامة عليا. عندي واحد الولد راه خرج شرب بورطما، انا كنعيش ازمه صعيبه عليا انا شويه. باش كتحس دابا الصراحه؟ انا كنت مرضت بالراس عندهم، مرض عقلي، وهاد الناس كنطلبهم الله سبحانه وتعالى الله يهديهم باش يشوفوا فيا من حالتي انا. شكرا. والسلام عليكم وشكرا اخويا.